من القاهرة ينضم إلينا نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي. دكتور مختار أهلا وسهلا بك. إذا دكتور مختار، بحسب هذه المعطيات حتى اللحظة إلى أين تتوجه السيناريوهات فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق بالرغم من التصريحات المتناقضة فيما تتحدث عنه الحكومة الإسرائيلية وكذلك أيضا أمامها الإدارة الأمريكية؟ يعني خليني اقول لك، هناك جهد مصري كبير بيبذل في هذا النطاق. انتقلت المباحثات من الدوحه الى القاهره، محور فيلاديلفيا ومعبر رفح معزله ما بين مصر وما بين الكيان الاسرائيلي، اللي ما زالت تصوت وتماطل لانها تريد اما الاحتفاظ عسكريا بوجود عسكري في هذا المحور او شكل من اشكال التحكم او المراقبه على معبر رفح، وده مسألة مرفوضة مصريا. ناهيك عن محور نيت ستريم اللي بترى إسرائيل بأنه من الضروري أن يكون لها وجود عسكري فيه، وبعض التفصيلات الخاصة بالمفرج عنهم في المرحلة الأولى مقابل ما سوف يفرج عنه من المعتقلين الفلسطينيين ودخول المساعدات الإنسانية ومسألة الإعمار وحق إسرائيل في استخدام الفيتو على بعض الشخصيات المسماة الفلسطينية والتي سوف يفرج عنها ابتداء. دي كلها أمور ما زالت عقبات وما زالت لم تزلل، وإن كان الأهم فيها هو الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلاديلفيا والتحكم في معبر رفح. نعم، إذن ما هي الأمور أمام ذلك التي تبدو قد مرت فيما يتعلق بالنقاط المتفق عليها؟ إذا كنا نتحدث عن مسائل ومعضلات هنا كبيرة واضحة، خاصة فيما يتعلق بالجانب المصري وكذلك عدم موافقة حماس على المضي بأي شيء دون الحديث عن وقف إطلاق النار أولا. يعني خلينا أقول لك، هو جهود بتبذل، يعني ما تقدرش تقولي أن تم حسم المسألة، لكن على الأقل ان الاطار العام للمبادره تم قبوله. يتبقى يعني ما يخفيه الشيطان هي تفاصيل هذا الاطار. تفاصيل هذا الاطار هي متى سوف توقف اسرائيل اطلاق النار؟ هل هتوقف في بدايه الهدنه؟ هل هتوقف في منتصف المرحله الاولى؟ هل في نهايه المرحله الاولى؟ هل في بدايه المرحله الثانيه؟ دي تفاصيل، وبشكل او باخر انت امام كيان ملك في مساله التسويف والمماطله، ويدرك نتنياهو بان قبوله بالاطار العام للاتفاق ودخوله حيز التنفيذ معناها سقوط حكومته. فانت عندك اشكاليه كبيره جدا موجوده في الداخل الاسرائيلي ما زالت لم تعالجها الحكومه، وما زالت الولايات المتحده الامريكيه لم تستطع معالجتها حتى هذا التاريخ. عشان كده من وجهه نظري تتحمل مسؤولية هذه المماطلة والتسويف والمساومة الولايات المتحدة الأمريكية. هي التي تستطيع أن تقدم ضمانة لنتنياهو، وهي التي تستطيع أن تمنع سقوط هذه الحكومة إن أرادت. وهناك لبيب زعيم المعارضة الإسرائيلية داخل إسرائيل يريد أن يوفر غطاء سياسيا لعدم سقوط هذه الحكومة، شرط أن يتعامل أو يتعاون مع نتنياهو. تفصيلات أنا متصور الولايات المتحدة الأمريكية لو تدخلت فيها لحسمتها، لكن ما زالت هناك فجوة كبيرة جدا، لأنه صعب على المقاومة أن تتقبل يعني الوصول إلى اتفاق دون ضمانة بوقف إطلاق النار أو انسحاب عسكري إسرائيلي من داخل قطاع غزة، يبقى ما عملناش حاجة. نعم، إذا الآن أمام كل ذلك ما زالت الاتهامات يتم تقاذفها خاصة من قبل الإدارة الأمريكية لحماس بتعطيل هذه المفاوضات بغض النظر من المماطلة الإسرائيلية. ولكن إذا تحدثنا عن الوفد المفاوض الإسرائيلي بحد ذاته الذي يشهد العديد من الخلافات داخليا ما بين المؤسسة الأمنية والعسكرية كذلك، فكيف يمكن حتى الوصول إلى اتفاق في ظل هذا الخلاف الداخلي داخل الوفد الإسرائيلي؟ ما هي دي المشكلة في إسرائيل والداخل الإسرائيلي والتشكيلة الحكومية. عندك المعضلات الثلاثة دي معضلات مهمة جدا. الطريق الوحيد لحلها هي الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي تستطيع أن تسوي هذا الأمر. يعني بدأ الحديث بلينكن عن توفير غطاء أمني لإسرائيل أو تدخل عسكريا لحماية الدولة الإسرائيلية منعا من انفجار أوضاع منطقة الشرق الأوسط، تستطيع أمريكا أن تسوي الأمر في الداخل الإسرائيلي بدل من هي تتبنى الطرح الإسرائيلي وتحاول أن تضغط به في الاتجاه الآخر.
يحرف بايدن ويتحدث ان حماس رافضه، هي حماس مش رافضه، هي حماس. نعم، هل قد تفعل ذلك الان الولايات المتحده دكتور وهي منهمكه في هذه الانتخابات المقبله؟ بعيدا عن الانتخابات، بايدن خارج نطاق هذه الانتخابات ويريد ان يحقق نجاحا قبل ان يذهب باعتداد التاريخ، يعني النهارده بايدن مش هو اللي في سلم المنافسه، الموجود في سلم المنافسه بديلا عن بايدن كمالا هاري. نعم، واتصور ان بايدن ما زال لرئاسه الولايات المتحده الامريكيه وهو موجود لشهور اخرى قادمه، ويحسب له ان استطاع ان يصل الى اتفاق لاطلاق النار، شرطه ان تكون الولايات المتحده الامريكيه يعني تتوافر الاراده السياسيه لذلك. مشكله امريكا ان هي يا اما تشكل ضغط على الوسطاء، يا اما تشكل ضغط على المقاومه باتجاه غير مباشر، يا اما ترسل رسائل ترغيب وتهديد الى حزب الله والى ايران والى الحوثيين وغيره، ودي مشكله امريكيه من وجهه نظري، ويجب ان تكون نظرتها اعمق. نعم، اذا اردنا ان نصل الى تحقيق لايقاف اطلاق نار بدل من هذه المجازر التي ترتكبها اسرائيل. نعم، شكرا جزيلا لك نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور مختار غباشي، كنت معنا من القاهره. من اسطنبول ينضم الينا الكاتب والمحلل السياسي ابراهيم المدهون. سيد ابراهيم، اهلا وسهلا بك. لربما بدايه اتطرق الى ردود الفعل من قبل حركه حماس حول التصريحات الاخيره من قبل الاداره الامريكيه متمثله بلسان بلينكن. في البداية تحياتي لك وللمشاهدين. هناك حالة إحباط داخل الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية ومن ضمنهم حركة حماس من مراوغة الولايات المتحدة وتلاعبها بالألفاظ ومحاولة دائما الكيل بمكيالين والانحياز التام للاحتلال الإسرائيلي. وهناك دراسة الآن داخل حركة حماس ما إن كان اعتبار الولايات المتحدة شريك أساسي مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم اعتبارها وسيط، خصوصا بعد الجولة الأخيرة لبلينكن الذي انحاز بشكل سافر مع رواية الاحتلال الإسرائيلي. وهناك تقدير موقف أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في أي مواجهة إقليمية، ولهذا هناك تحذيرات فلسطينية أن سياسة الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي قد تجر منطقة الشرق الأوسط إلى مواجهة إقليمية واسعة. نعم، فيما يتعلق بالوضع الإقليمي هناك انعكاسات داخلية، ولكن الآن التركيز كذلك على شروط هذه الهدنة وشروط هذه المفاوضات. هناك إصرار واضح فيما يتعلق بمحوري فيلادلفيا ونتساريم. يبقى إذن المؤشرات والإطار الأساسي لهذه المفاوضات إلى أين تتوجه ما دام قد تمت العودة على المطلب الأساسي وهو وقف إطلاق النار؟ هو الأخطر من بقاء الاحتلال الإسرائيلي في محوري نتساريم وفيلادلفيا هو إصرار نتنياهو وتأييد الجيش له على الاستمرار في الإبادة الجماعية والعدوان في قطاع غزة واستمرار العمل على يعني الحرب في قطاع غزة. وهذا بلا شك يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني بأي صفقة، غير معني بأي تهدئة، وغير معني أيضا بوقف إطلاق النار، بل على العكس وتجاوز كل القرارات الدولية وكل الجهود وجهود الوسطاء، واليوم يتجند يعني ويحشد الحشود أجل توسعة الحرب وربما تشمل مناطق يعني جديدة كلبنان واليمن وغيرهما. نعم، ولهذا الواقع اعتقد صعب ومعقد وقد ندخل في اتون يعني اشكاليات اكبر مما نحن عليه الان، وقد نذهب الى يعني عدم استقرار واضطرابات واسعه في منطقه الشرق الاوسط بسبب نتنياهو وحكومته المتطرفه وبسبب مشاركه الولايات المتحده الامريكيه والشد على يد نتنياهو والحكومه الاسرائيليه المتطرفه في حرب الاباده ومشاركتها للعدوان على غزه. نعم، سيد ابراهيم، فيما يتعلق الان بالموقف الامريكي، هل من الممكن التعويل على تغير هذا الموقف، خاصه وان الرئيس الحالي جو بايدن انسحب من الانتخابات ويسعى الى تحقيق اي نوع من الانجاز قبل انتهاء فترته الرئاسيه؟ ويبدو ان بايدن غير قادر على اداره المشهد في منطقه الشرق الاوسط، ولهذا تصريحات وفي واد وسلوك وسياسه الولايات المتحدة الأمريكية في واد آخر.
يعني اليوم هناك دعم غير محدود للاحتلال الإسرائيلي بالجزائر، هناك تصريحات الوزارة الخارجية تؤيد نتنياهو وتشد على يديه وتتبنى موقفه المستمر في حرب الإبادة وفي الحرب في قطاع غزة. الأمر الآخر أيضا هناك حشودات أمريكية اليوم في منطقة الشرق الأوسط وحشودات عسكرية تحسبا لتوسع الحرب للوقوف بجانب الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أنه لا أمل من تغيير موقف الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك حالة كما قلت إحباط، والواقع يبدو أنه يزداد سوءا ونحن ذاهبون للأسف إلى الأسوأ. نعم، الخلافات في الداخل الإسرائيلي ما بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وكذلك أيضا الضغط من أهالي الأسرى، هل لذلك تأثير على سير هذه المجريات بأي شكل كان؟ يبدو أن هناك إدارة خلاف داخل المؤسسة الإسرائيلية، وتقود هذه الإدارة هي الولايات المتحدة الأمريكية وتوزع الأدوار، ولا يوجد أي خلافات حقيقية. اليوم الجيش أيد نتنياهو بعدما كان دائما يحاول أن يظهر وكأن هناك تباين بين موقف الجيش وموقف الحكومة. اليوم الجيش أيد نتنياهو بالاستمرار في الحرب وعدم الذهاب إلى صفقة. أيضا المؤسسات الأمنية والعسكرية جميعها يعني ما زالت ترتكب أفظع الجرائم وأقذعها، إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. هناك تهديد لدول الجوار. الواقع في إسرائيل أعتقد أنه لا ذاهب إلى واقع أسوأ تجاه الإرهاب وتجاه الجرائم، وربما لا أحد سينجو في المرحلة القادمة من الجنون الإسرائيلي. ولهذا ويجب على القوى العربية والإسلامية التكاتف والتحشيد من أجل على الأقل رد الاحتلال الإسرائيلي عما هو ينتوي أن يقوم به. أنا أتوقع أن الاحتلال الإسرائيلي يعد ضربة استباقية إن كانت للبنان أو لإيران أو لكلاهما في الوقت القريب، وكل الإرهاصات تدل أن هناك توسع للحرب وليس تقليصا. نعم سيد إبراهيم، ما مدى احتمالية الانسحاب الكامل لحركة حماس من هذه المفاوضات إذا ما تأكدت بأن ما يحدث هو مجرد مماطلة من الجانب الإسرائيلي بدعم لربما كما تفضلت وليس كوساطة من قبل الولايات المتحدة؟ حماس الآن تدرس الخيارات، هي أيضا لا تريد أن تظهر بالصورة وكأنها يعني انسحبت وتركت ميدان يمكن أن يوقف الحرب، لأن أولوية. نعم، ولكن الاتهامات أيضا تلازمها من الجانب الأمريكي بغض النظر عن مواقفها الواضحة وبياناتها الواضحة أيضا. ولهذا نحن نقول أن حماس لن تعطي الذريعة الإعلامية ولكنها لن تشارك بأي مفاوضات. هي قدرت الآن أن الوضع خطير وأكبر من حتى واقع الشعب الفلسطيني، ما يعد للمنطقة الآن سيتجاوز حتى الحرب على غزة، ولهذا الجميع الآن تحت الخطر الشديد لأن هناك حكومة متطرفة ويعني مشتهية للدماء ومشتهية للحروب، ويبدو أنها انطلقت ومن الصعب ردها. ولهذا حركة حماس الآن تقوم بما عليها، الشعب الفلسطيني يقوم بما عليه، لكن الواقع اليوم أكبر بكثير من أي حسابات، خصوصا بعد ما الآن يعني يتم الإعداد لسيناريو أكبر وأوسع في العدوان من جغرافية فلسطين. أشكرك كل الشكر الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، كنت معنا من اسطنبول.